المشي من الرياضات المهمة جدا والبسيطة جدا واللي ما تحتاجش أي إمكانيات، ورغم ده بتلاقي ناس كتير بيهملها أو بيجهلها أو ما يعرفش عنها حاجة. عشان كده النهاردة هنهتم بالمشي ونشجعك إن أنت تتمشى. هاي أيوة، أنت عايز تبقى رشيق؟ تبقى رشيق يعني اشترك في القناة بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل خير. أهلا بيكم على قناتكم وعلى صفحتكم لو نفسك تخس. والنهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، ألا وهو المشي. المشي اللي كتير منكم للأسف الشديد إما بيجهله أو بيهمله أو إن هو شايفه إن هو حاجة عادية، يعني إيه اللي أنتوا بتعملوه ده؟ لا، إحنا عايزين رياضات عنيفة عشان خاطر نقدر إن إحنا نحافظ على صحتنا أو إن إحنا نخس. وأنا بقول لك من موقعي هذا إني أنا خسيت ولله الحمد 50 كيلو، وغيري خس أكتر من 100 كيلو بفضل الله طبعاً، ثم النظام الغذائي الصحي وشوية المشي. آه والله، تخيلوا بقى شوية المشي دول ممكن يغيروا حياتك. هيشدوا لك العضلات بشكل كبير جدا، هتلاقي جسمك مشدود، ما عندكش اي ترهلات. وطبعا المشي ليه ثلاث فوائد: فوائد صحيه، فوائد نفسيه، وفوائد اقتصاديه. اه والله زي ما بقول لك كده، فوائد اقتصاديه كمان. طبعا المشي فوائده الصحيه كتيره جدا، منها لو انت وزنك زياده تقدر ان انت بشويه مشي تنزل الزياده اللي عندك، بشوية تظبيط أكل مع شوية مشي يوميا تنزل الزيادة اللي عندك. لو أنت عندك أي مشكلة صحية، سواء بقى عندك كوليسترول مرتفع، سواء عندك مشاكل في أي حاجة، حتى الضغط المرتفع، تقدر أن أنت تعالج كل الأمور دي بالمشي. صدقني هتفرق معاك جدا 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 رياضة المشي. الحاجة التانية الحالة النفسية. كتير منكم بيكون متضايق جدا، مخنوق من اي حاجه في الحياه مثلا، او مخنوق حتى من جسمه، انزل اتمشى. بس انا مش قادر، انا قاعد في البيت قافل على نفسي. انزل اتمشى، انزل اتمشى، وحياتك هتتشقلب 180 درجه. بس خد بالك من العربيات. فانزل اتمشى، انزل حاول تشم الهواء النظيف ده، لان الهواء النظيف ده في حد ذاته بس كده هيأثر على كل حته في جسمك. طبعا اثناء المشي هتلاقي ان انت بتتنفس بشكل كويس جدا، الجسم اداؤه بيبقى عالي جدا، عمليه الحرق بتبقى كويسه جدا جدا، بتاخد نسبه اكسجين عاليه جدا، وبالتالي بتساعد على الحرق، الجهاز الحركي بالكامل بتاعك بيشتغل، وبالتالي هتلاقي ان انت اداء الحرق عندك عالي جدا جدا جدا. طبعا الحاجه الاقتصاديه بقى ايه بقى الحاجه الاقتصاديه ما قلتلناش عليها؟ حضرتك دلوقتي مثلا، انا كنت نازل من شغلي ورايح على اركب مثلا المترو، فمفروض ان انا مثلا يعني ما فيش مواصلات كتير من شغلي لغايه المترو دايركت يعني، فاركب لي مواصلتين ثلاثه وهكذا، او هركب اوبر مثلا او يعني تاكسي، فهصرف فلوس، صح كده؟ انت بقى كل ده هتوفره، وهتلاقي نفسك ان انت بمجرد ان انت نزلت تتمشى شويه خلاص وصلت لمكانك، رغم ان انت ممكن تعدي على اماكن زحمه كتير قوي، هتلاقي نفسك ان انت وفرت فلوسك، وممكن تشتري بقى حاجات كمان. انا اشتريت بقى حاجات، ايه ده بقى؟ ده عيش سن، وكمان عيش او خبز الشعير. اول مره الحقيقه اجرب خبز الشعير، هجربه وبقول لكم رايي فيه، لان في ناس كتير طلبت مننا، وان شاء الله باذن الله هندخله رسميا في المسابقه اللي جايه ان شاء الله باذن الله. لكن طبعا انا مش بتكلم على الوفر في الحاجات دي والله، بس هي الفكره ان انت هتلاقي نفسك، في ناس للاسف الشديد بتلاقيها ممكن تضيع كل فلوسها على المواصلات. هتقول دي حاجه بسيطه، لا مش حاجه بسيطه، في ناس كده، في ناس لو نازل من هنا لغايه مثلا 200 300 متر قدام يشاور لاي تاكسي او لاي توك توك ويركب فيه، وتلاقي نفسك دافع قد كده. ممكن انت الفلوس مش تفرق معاك كتير، لكن في ناس ممكن تفرق معاها يعني. فالمشي مكسب كبير جدا. طب قول لنا يا درش بقى، نتمشى امتى؟ الصبح ولا بالليل ولا العصر ولا المغرب ولا ايه بالظبط؟ اتمشى في اي وقت تشاء، في اي وقت تشاء اتمشى. ممكن دلوقتي، انا دلوقتي بتمشى وقت يعني قبل المغرب على طول، الجو لطيف، الجو ساقعه حلو، وكل ما كان الجو برد،
زي ما انتم شايفين كده الجو تلج طبعا الايام دي، كل ما كان معدل حرقك اعلى، يعني كل ما كان معدل الحرق بتاعك عالي جدا، كل ما هتلاقي نفسك ان انت الجسم بيفقد حرارة كتير، وبالتالي بيحاول يعوض الحرارة دي ويحافظ على 37 درجة بتاعته، وبالتالي انت اللي كسبان. طيب يعني قول لنا، طيب في حاجة ضوابط للمشي؟ يعني اتمشى ازاي؟ اتمشى بسرعات مختلفة. انا يمكن بس عشان ماسك الموبايل مش قادر اوريكم ازاي السرعات المختلفة، يعني امد شوية، امد كده شوية خلاص، اللي هو نفسي ما يروحش، يعني ما تخليش نفسك تتعب، مد شوية وبعد كده امشي هادي شوية، امد شوية وبعد كده امشي هادي شوية. في حاجة كمان، انا شايل شنطة على ظهري، دي شنطة لابتوب، يعني تقل اللابتوب كده على ظهري ومتوزعة بشكل كويس، وشنطة كويسة يعني شنطة صحية كويسة وملمومة، يعني صمومة كده، مش بارزة قوي لورا كده فتعمل بندنج على الظهر فتوجع لك ظهرك، لا ملمومة وتحس ان هي متوزعة كويس على الظهر. يمكن الشنطة الزيادة دي كمان معايا. طب ايه لازمتهم يعني الحاجات دي؟ انت عارف ان اي وزن زيادة معاك وانت ماشي ده بيخلي جسمك يحرق اكتر، زي بالظبط العربية النقل لما تكون محملة بتستهلك وقود اكتر لما بتكون فاضية. يعني لو عربية بالسواق رايحة مشوار ثابت بنفس يعني سرعة الرياح، بنفس يعني مقاومة الهواء، بنفس كل العوامل، ولكن محملة بضاعة بتستهلك طاقة اكتر من العربية النقل الفاضية. وانت نفس الكلام برضو تقدر ان انت تشيل مثلا شنطة، يعني لو يعني مش شرط ان انت تمشي فاضي، بس ما تشيلش شنطة تقيلة قوي توجع لك ظهرك او تتعب لك ايدك او يعني ايه تسبب لك ضرر، يعني حاجة بسيطة يعني. فهي دي من النقاط المهمة جدا جدا. طبعا المشي فوائده عظيمة جدا، بيخليك تخس بشكل سريع جدا 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 فوق ما انت متخيل. اول 15 دقيقة ل 20 دقيقة الجسم بيعمل وورم اب او بيبتدي ان هو يحرق من الكارب او من الدهون او من الاكل المتخزن عندك، وبعد شوية يبتدي يسويتش على الدهون، يبتدي يتحول على الدهون، يبتدي يحرق منها. عشان كده عايز تمشي، يعني عايز تمشي بشكل جيد، امشي فوق النص ساعة، ممكن نص ساعة، ممكن ساعة، ممكن ساعة ونص، امشي امشي كتير. وكل ما تمشي كتير كل ما تلاقي الوزن بتاعك بينزل أسرع، وكل ما تلاقي حالتك النفسية أفضل، وكل ما تلاقي نفسك عايز تكمل أكتر. بص، كلمة السر في التغيير هي المشي. طبعا في عندنا كلمات سر تانية زي المية مثلا، ولكن المشي للأمانة كلمة السر للحالة النفسية. حالتك النفسية هي المهمة جدا خلال رحلة التغيير بتاعتك، ومن عوامل التغيير بتاعتها هي المشي. فصدقني الموضوع سهل، الرياضة سهلة وبسيطة ومش هتكلفك أي حاجة خالص، غير إن أنت تركن عربيتك بعيد شوية، أو إن أنت تنوع في نزول مثلا لو أنت رايح الشغل مثلا مرة بالعربية مرة من غير عربية وهكذا. حاول تتغير، نازل تشتري حاجة من الشارع حاول برضو إن أنت تنزل تتمشى. أنت ست بيت ومبتعرفيش تنزلي تتمشي، كل اللي عليكي تعمليه اتحركي جوه الشقة، دلعوا نفسكم يا جماعة. المشي حاجة عظيمة جدا طبعا، ومن الحاجات المهمة جدا في المشي هو استخدامك لحذاء مناسب ليك. اي حذاء مناسب ليك لازم يكون حذاء مريح، ما ينفعش ان انت تلبس حذاء مش مريح وتفضل ماشي بيه عمال يقطع في رجلك وزانق على جسمك، وطبعا تلاقي نفسك ان انت مع نهاية المشي رجليك متبهدلة فما تمشيش تاني. لا، اهم حاجة ان انت تحافظ على الاستمرارية. تاني حاجة برضو اللبس المناسب اثناء المشي، يعني انت تلبس لبس مناسب اثناء المشي، ما يبقاش لبس مثلا اللي هو ضيق ولا هو بيكعبلك وانت ماشي ولا هو بيحررك لو هو في الحر، بقى تلاقي نفسك عرقان او يسبب لك تسلخات وحاجات مشكلة من المشاكل الصحية دي. وطبعا دي بقى نصايح يعني للناس اللي تقدر تمشي، لكن في ناس وزنها كبير مش هتقدر تمشي بشكل كبير جدا، وبالتالي واحدة واحدة على نفسك لغاية ما تقدر تمشي لمسافات طويلة. دي كانت رسالتنا النهاردة، الرسالة اني
بحبب لكم او بخليكم ان انتوا تحبوا المشي قوي، فاتمنى ان انتوا تحبوه واحنا كمان بنحبك يا مشي. تحياتي ليكم واستودعكم الله، ولو انت شايف ان الرساله دي مفيده ما تنساش تضغط لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس وتقول ان الرساله مفيده. لو انا بتخلكم صوتي اهو. طبعا تحياتي ليكم والله العظيم بحبكم جدا. السلام عليكم.